فندم. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ هعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك. الاول على دفعتك 4 سنين؟ ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك. انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ اه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم؟ يا فاشل. صيحتلي في المكان. أنا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب أنا عايزك طب البس هدومك يا فاشل. ومش مديني أي فرصة يا أبلة فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده. طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ ردي عليا، فين أهلك؟ ده غبي! بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ هعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز تضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه وانا ما في صحه انفخ الكلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر؟ اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده. يا بيه كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطني فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله. شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي. انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه بتورط فيك. جامعه دي اسمها جامعه الصفا الدوليه، في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله. وبايظ ابو امه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه ببزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم. والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي. Bye.
انت مرفوض من ثلاث جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. اخلص، ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك. مش ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زون حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن خصائص الموارد الاقتصادية. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضرة متأخر بعدية. اتفضل برا. اذنك يا دكتور. اتفضل برا. اولا الندرة النسبية، وهنتكلم عن الندرة النسبية. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا انت داخل زريبة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني. اسمك ايه يالا؟ بسيون. نعم بسيون يا عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من ثلاثه يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، وجامعه جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من ثلاث جامعات، دي حاجه تشرف والله. واترفدت ليه من ثلاث جامعات؟ والله في جامعه القاهره تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، فجامعه اسكندريه ضربت دكتور سالني اترفدت ليه من جامعه القاهره.